برعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف الأحمد، شهد مركز الإسناد في قوة الإطفاء العام حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط لينضموا إلى زملائهم في هذه المهنة الشاقة. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الدفعات دفعة إضافية لجميع منتسبي قوة الإطفاء للقيام في مهامهم في حماية الأرواح والممتلكات، متمنيا الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد تحت ظل القيادة السياسية متمثلة بسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. هذا التخريج لضخ دماء جديدة في قوة الإطفاء العام من الضباط اللي طبعا درسوا وتدربوا طوال فترة دورتهم التدريبية على أحدث الأجهزة لمكافحة الحرائق والتعامل مع الأزمات والكوارث والخطط واستراتيجية التعامل مع حالات الإنقاذ سواء البرية أو البحرية أو حتى المطارات وكذلك المصانع والمنازل. التدريب كان على أحدث الوسائل وأحدث التكنولوجيا في المناهج الدراسية، ولله الحمد أكملوا العدد كامل ولله الحمد. الحفل شهد تخريج 29 ضابطا من الدفعة 26 من طلبة دبلوم هندسة الإطفاء، و20 ضابطا من الدفعة 20 من طلبة الاختصاص الجامعيين للبعثات والإجازات الدراسية. كما شهد الحفل تخريج الدفعة 10 لضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أثناء الخدمة، وعددهم 3 خريجين. والله الحمد لله الدورة طيبة وسهلة جدا، وخذينا على قولتهم خبرة بالعسكري، وتعاملنا معاملة طيبة مع المدربين والضباط وما قصروا بيض الله وجههم، والحمد لله وتخرجنا بالمرحلة الأخيرة الحمد لله. شعورنا لا يوصف اليوم، الحمد لله اللي خلصنا، والمبارك ربعي كلهم وزملائي، وعسى الله يوفقهم وفالهم على المناصب إن شاء الله. أول شيء الحمد لله دائما وأبدا، تعبنا وهذا آخر نتيجة خذناها والله الحمد، والله يوفقكم جميع يا الربع. والله شعوري جميل، والأفضل من هالشعور والأحلى شعور أهلي فيني، فخرهم فيني. الحمد لله خلصنا، نسأل الله التوفيق زملائي الطلبة، والحمد لله 3 سنين عدت، ونحمد الله ونشكره. الحمد لله تخرجنا وخلصت الحمد لله دورة كانت مدتها 3 شهور مع الشباب كلهم خريجين اختصاص وفي ملازمين، والحمد لله عدت على خير الحمد لله. أول شيء أشكر الله ثم أشكر الوالد والوالدة والأخوان. مراسم الحفل شملت على دخول الطلبة الخريجين وعرض لعدد من الطلبة الضباط، ومن ثم سلم الشيخ أحمد النواف الشهادات على المتفوقين من الخريجين بعد اجتيازهم هذه الدورة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الأحمد يشهد تخريج كوكبة جديدة من ضباط قوة الإطفاء العام. أحمد العنزي لقناة تي في العدالة.